نفسك في حاجة حلوة وحيرانة تعملي ايه؟ وصفتي النهاردة أنا وروجينا شعرية بالكراميل والحلو دايماً عندنا هتلاقي. في طاسة على النار هنحط معلقتين زبدة كبار، نشوح فيهم الشعرية، وفي حلة على النار محتاجين كوبايتين لبن، ونزود عليهم بودرة الكريم كراميل ونقلب كويس. هنجيب بسكوت ونطحنه، نجيب طبقة تقديم ونحط أول طبقة من البسكوت المطحون وفوقيها طبقة كريم كراميل، ودلوقتي معاد طبقة الشعرية ونزينها بكريم شانتي. بيتهيألي مفيش حلو أسهل وأوفر من كده، وألف هنا وشفا.